السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحة؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. جمعة مباركة عليكم، علينا وعليكم، وطول العمر إن شاء الله. واللي قال اليوم الجمعة أشنا هو كاين؟ كاين كسكسو. واليوم غادي نتركع مع خوتي وخواتاتي كسكسو. كسكسو اليوم غادي نديرو بالكرشة كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. وكما كتشوفوا خوتي خواتاتي، كما قلت لكم أنا عندي الكرشة وأنا درتو من قبل وراه كاين في اليوتيوب. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، هو مختلف هذا ديال اليوم. اشنو هو الاختلاف اللي فيه؟ هو البوارو كما كتشوفوا هو الاختلاف، ومطيشة مطحونة في روبو كهربائي كما كتشوفوا مع البصلة والقزبور. وكندوزو عندنا القرعة حمراء كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، وعندنا المكور، عندنا الحارة، وعندنا اللفت كنقول احنا النافي هنا، وكورجيتات كما كتشوفوا، وهذا هو البوارو كما قلت لكم. وغادي ندوزو لي زيبيس ديال باش ندير لي زيبيس للكرشة كما كتشوف. عندنا هنا سكنجبير، خرقوم، كمونة، حميرة، وملوين هو هذا كما كتشوفو خوتي خواتاتي. طماط البنة هي هادي، وعندنا زيت الزيتون، ومليحة، وكيلو تاع الكسكسو كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. غادي نديرو الزيت هو الاول، بسم الله كما كتشوفوا. غادي نلعب الكرشة، غادي نديرو مطيشة مطحونة هي والبصلة والقزبر كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. غنديرو الملون كما كتشوفو خوتي خواتاتي، غنديرو سكنجبير، خرقو، غنديرو الكمون، كمونة، حميرة، شوية ملحة، غنزيدو طماط البنة، كما كتشوفو خوتي خواتاتي خولنا طماط البنة، ودابا غادي نخلطو بهاد الطريقة. كما كتشوفو حنا خلطنا خوتي خواتاتي، ودابا غندوزو ندوها على النار. كما كتشوفو خوتي خواتاتي حنا حطينا الكدرة على النار باش نقليو الكرشة كما كتشوفو خوتي خواتاتي. كتشوفو خوتي خواتاتي غنزيدو الماء، دابا غادي نحلو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله باش نفور معاكم خوتي خواتاتي فرجة ممتعة. ولادي دابا غندير الفيزيوتيب كما كتشوفو، كياخد وقت شوية هو خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا دابا غادي ندير هذا المكور، لان هو كيطلق واحد شويه الحروريه في لاصوص المروريه، وانا غادي ندير طيبو بوحدو، غنسلقو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله خوتي خواتاتي. ندير ليه شويه الماء كما كتشوفوا، غنشعل عليه الماء وغادي نخلو يتسلق كما كتشوفوا. سو خوتي خواتاتي كما كتشوفو، وكما كتشوفو الماء داير كتير، غادي نشربو كسكسو بواحد شويه زيت الكسكسو. ندخلو معاه الزيت الكسكسو باش نعطيو الكسكسو كما كتشوفو. غادي نخوي عليه الماء،
بدي المسحوق كما كتشوفوا. غادي نخلوه يشرب ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. خوتي خواتاتين خواتي الماء هاد الطريقة راه ساهلة، الماء السخون كيسهلو باش يطيب وباش يكون رطب في الماكلة، باش ما تفوري بزاف دي واخد لك الوقت ويضيعي الوقت وانتي خارجة غادي تمشي تخدمي ولا شي حاجة. كتشوفو خوتي خواتاتي انا غادي نلحق النافي، وهذا لفت كتشوفو على ريحة بنينة باينة فيه، بنينة هاد الكسكسو هاي ريحتو كتشهي ما شاء الله. مكرهتش دابا نحط واحد شويه مليقه مع الكرشه وناكلها بالخبيز، ولكن قلت لا نتسنى شويه نصبر حتى ناكلو مع الكسكسو ان شاء الله. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي ما شاء الله عليها راه طاب الكسكسو كما تقريبا طاب. فاش باش نقول لكم باش مابقاش تفوري طلع مزال غادي ندير جوج تفويرات وحطيه. باش بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي كرش الكسكس كما كتشوفوا خوتي خواتاتي باش ميلصق الكسكسو، وغادي نتوكلو على الله نخدمو بهاد الطريقة. نحيدو من التكلكيمة ونخرجو من الكلكم. بسم الله كما كتشوفوا خوتي خواتاتي خواتاتي انا خويت الكسكسو في الكسكاس ودابا غنردو الكسكاس على البرمة كما كتشوفو ونسدو عليه باش نديرو التفويرة الأولى. كما كتشوفو خوتي خواتاتي البخ بدا كيطلع الفوق الكسكسو، ودابا واحد التفويرة الأولى هي دارت ما شاء الله. دابا غادي ندوز باش نحطو باش نشربو شوية ونفتلو. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي تفوق الاولى هي هادي، راه الكسكسو طاب ما شاء الله كما كتشوفوا. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي كنشربو فيه واحد شوية هو راه طيب متعلم بالريت باش نفتل شوية طيب. كيما قلتلكم هاد الحبيبات هما هادو مكلكمين خصنا نفتلوهم باش يتحلو. ما هادو غادي نحطو في الكسكاس غادي نرطو باش نزيدو ليه التفويرة الثانية. سخون ما شاء الله حطيت الكسكسو دابا نحطو في الكرشة ان شاء الله. وكلها بطريقته باش يسكي.
بس يبقى كتشوفوا اخوتي غادي هو الشكل النهائي ديال السكس ديال اليوم، ديال الكرشة والقرعه والكوار والخيزو والقريعه والبوارو وواحد الفلفله حاره، ودابا غادي نرشوا عليه شويه البزار كما كتشوفوا. وكما كتشوفوا اخوتي غادي انا لاصوص ما كنديروش في الكسكسو، كنخليه هنا كنديرو في الزلافه، ومن بعد كان الا بغيت كنسكي بالعشق ديالي وكناكل. وهذا الشيء بغيت نقول لكم جمعة مباركة، وعلينا وعليكم بالهنا والصحة، واتمنى يعجبكم هذا الفيديو. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله، مع السلامة، إلى اللقاء. طيبو كسكوس.